بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هذه السورة العظيمة هي سورة الكهف، وهي من أفاضل سور القرآن، وهي مدنية أو مكية. كيف نقول عنها إنها مدنية أو مكانية أو مكية؟ هي قطعا مكية، يعني أنها نزلت في مكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والقرآن كله مكي أو مدني، كلام الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يجعلوا ما نزل بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقول عنه مكي، سواء نزل بمكة أو خارج مكة، وما كان بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهو مدني، سواء نزل في مكة أو في المدينة أو في الطريق بينهما أو نزل في وقت الغزوات وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومن المدينة، يعبرون عنه بأنه مدني. وتمتاز السور المكية بأن فيها تقرير التوحيد وتقرير البعث وتقرير الرسالة، أي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وتمتاز الآيات المدنية بأن فيها الأحكام الشرعية، الحلال والحرام، وما أوجب الله جل وعلا على عباده. فيقال عنها هذه السورة مدنية إلا آية كذا وآية كذا، ويقال عنه أن هذه السورة مكية إلا آية كذا وآية كذا، وأن القرآن نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل حسب الوقائع، وقيل الأمر بخلاف ذلك
بل نزوله حسب الوقائع من القرآن حسب الوقائع لا يتقدم منه شيء ولا يتأخر ولا منافاة بين القولين. فالقول الأول روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والله جل وعلا أعلم بما ينزل وينزل القرآن حسب الحاجة وحسب علم الله جل وعلا بذلك. وقد جاء في بعض الآيات أن هذه السورة متأخرة النزول وبعض الآيات السورة متقدمة النزول، فما نزل متقدما وما نزل متأخرا كله بحكم الله جل وعلا كلام الله حقا. ومنه سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن، وفي هذا الكلام إعجاز وتبليغ لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها نزلت والله جل وعلا يعلم أن أبا لهب لا يؤمن بخلاف غيره من المشركين، فمنهم من آمن ومنهم من استمر على كفره، ولم ينزل في أبي سفيان شيء يدل على كفره ولا على غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما نزلت هذه السورة سورة تبت يدا أبي لهب سورة أبي لهب معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا لهب لا يؤمن أبدا. وجاء في هذه السورة تفضيل لها على سائر السور، فمن ذلك ما روي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قال رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة أو مثل الظلة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن، أخرجاه في الصحيحين. هذا أحد الصحابة يقرأ القرآن فلما نظر إلى الدابة التي حوله تنفر فقال ما لها تنفر، وخشي على ولد صغير حوله راقد أن تدوسه بأقدامها، فسكت وتوقف عن القراءة. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنه كان يقرأ وأن القرآن جمع له هذه الأشياء هذه الغياية أو الغبابة أو السحاب، فجعلت الدابة تنفر، فقال له اقرأ ولا تبالي اقرأ فتلك السكينة تنزلت للقرآن. السكينة والله أعلم في هذه الآية
مجموعة من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، سلم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال، لأن الدجال إذا وجد افتتن الناس به وخاض الناس فيه إلا من عصمه الله جل وعلا من المؤمنين. يقول عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، يعني في رواية 10 الأواخر وفي رواية 10 الأوائل من سورة الكهف، يسلم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال. قال: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمه عصمة له من الدجال. فيحتمل أن سالما سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. روي عن أنس عن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت له نورا ما بين الأرض إلى السماء، يعني من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من الأرض إلى السماء لقراءته هذه السورة العظيمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر الله له ما بين الجمعتين. سورة الكهف آيات مكية وآياتها 10 و100، ذكر ما ورد في فضلها وأنها عصمة من الدجال. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. طريق أخرى قال الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. رواه مسلم أيضا والنسائي، وفي لفظ النسائي: من قرأ 10 آيات من الكهف، فذكره حديث آخر. عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف فإنها عصمة له من الدجال. قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإنها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يحمد الله جل وعلا نفسه وهو أهل للحمد على ما أنزله من القرآن هدى وبيانا للناس ونورا وتبيانا لهم من كل شيء، فهو القرآن الكريم الذي أنزله الله جل وعلا ليسير الناس على نهجه، فمن وفقه الله وسار على نهجه سلم من كل الفتن وعاش عيشة حميدة
وكان مآله إلى الجنة بإذن الله، فهو حمد نفسه على ما تفضل به على عباده جل وعلا، فهو أهل للحمد وأهل للشكر وحده لا شريك له. الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، فهو محمود على كل حال جل وعلا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لم يجعل فيه اعوجاجا ولا اختلافا، بل كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو هدى ورحمة للناس أجمعين، فمن وفقه الله اهتدى به، ومن حرم السعادة لم يهتدي به. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، قيما فيه قيام للناس، وفيه اهتداء للناس، وفيه سعادة للناس في الدنيا والآخرة، وهذا خاص بالموفق. وأما من لم يوفق فهو حجة عليه كما هو حجة على الخلق أجمعين. ولم يجعل له عوجا، جعل القرآن سهلا ميسرا لمن وفقه الله، ولم يجعل فيه اعوجاج ولا أقوالا تختلف، بل هو هدى وشفاء للناس، يعرفه كل أحد ويعرف المعنى ويتلفظ به، والتلفظ به سهل ميسور بإذن الله، كما هو المشاهد الآن. تجد القارئ يقرأ القرآن قيما لا اعوجاج فيه ولا اختلاف، بينما هو لا يعرف من العربية ولا اسمه باللغة العربية، لا يعرف اسمه باللغة العربية، وإنما هو يعرف القرآن ويقرأه. وهذا حجة الله على خلقه، ولم يجعل له عوجا، قيما قياما للناس، لينذر بأسا شديدا من لدنه، يخوف الناس بالقرآن وينذرهم، فمن سعد وأخذ بهذا فاز في الدنيا والآخرة، ومن حرم السعادة والعياذ بالله لم يأخذ من هذا القرآن هداية ولا شفاء، بل فيه الهداية والدلالة والإرشاد وإقامة الحجة على الناس أجمعين. فمن الناس من يهتدي به ويرشده ويوفقه، ومن الناس من يحرم الخير ولا يأتيه من الخير شيء. نعم. فإنها أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم، واضحا بينا جليا نذيرا للكافرين بشيرا للمؤمنين. ولهذا قال: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال: قيما، أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به ينذره بأسا شديدا، عقوبة عاجلة في الدنيا، يخوفه من العذاب في الدنيا والآخرة إذا لم يهتدي ولم يستفد من القرآن، فإن هذا يخوفه القرآن ويأخذ على يده
فيضل ويبعد عن الصراط المستقيم والعياذ بالله من حاله. لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، وينذره بأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى، من لدنه أي من عند الله. ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الذي صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم أجرا حسنا، أي مثوبة عند الله، من عند الله جميلة. ماكثين فيه، من عمل بالقرآن فله الأجر الحسن، له الثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يأخذ بالقرآن ويعض عليه بالنواجذ ليسعد في الدنيا والآخرة، فإن رفض ذلك فالويل له والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. العذاب الأليم في الدنيا، وإذا لم يؤمن به ينال العذاب الأليم، من ذلك ضيق الصدر وقلة التنفس والتعب عند قراءة القرآن. ثم العذاب الأليم في الدار الآخرة. ماكثين فيه في ثوابهم عند في ثوابهم عند الله وهو الجنة، خالدين فيه أبدا دائما لا زوال ولا انقضاء. وقوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق وهم مشركو العرب. ينذر الذين اتخذوا الله، قالوا اتخذ الله ولدا، وهم جميع الطوائف، حيث قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت العرب الملائكة بنات الله. والله جل وعلا متعال عن هذا كله، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والواجب على المسلم أن يكبره تكبيرا عظيما في كل أحواله. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق وهم مشركو العرب، في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، ما لهم به من علم، أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه. ولا لآبائهم أي لأسلافهم كبرت كلمة، كبرت كلمتهم هذه، وفي هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم. ولهذا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم. هذه الكلمة التي قالوها عن ربهم تبارك وتعالى ليس لها مستند صحيح، بل هي كذب وافتراء على الله جل وعلا. ولهذا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم. ولهذا قال إن يقولون إلا كذبا. وقد ذكر محمد بن إسحاق في سبب نزول هذه السورة الكريمة عن ابن عباس قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن معيط إلى أحبار يهود بالمدينة. نزل شيء من القرآن، تواطأ كفار قريش على الكفر بهذا القرآن وإرسال وفد من عندهم إلى المدينة ليسألوا أحبار اليهود، علماء اليهود، أنهم يعترفون لهم بالفضل، فهم علماء من التوراة. فسألوا فبعثوهم فسألوهم فقالوا سألوه عن ثلاث مسائل، إن أجابكم بها فهو نبي وصادق، وإن لم يجبكم فافعلوا فيه ما شئتم فليس بنبي. فلما اجتمعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم
فكفروا بالله بعد إخباره صلى الله عليه وسلم لهم بذلك قال أخبركم غدا، وتأخر الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فرح كفار قريش بذلك، فقالوا يزعم أنه نبي وأن الوحي يأتيه من السماء، فما جاءه شيء من ذلك. أو عليه الصلاة والسلام رسول، لكن الله جل وعلا أراد أن يؤدبه في قول أخبركم غدا، وهذا لا يصح إلا بمشيئة الله جل وعلا، فلو قال أخبركم غدا إن شاء الله لنزل عليه الوحي بذلك، لكنه لم يقل ذلك بالمشيئة فعوتب في هذا. ولما قال لجبريل عليه السلام ما لك تأخرت علي كثير، فأنزل الله جل وعلا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. نعم. وقد ذكر محمد بن إسحاق في سبب نزول هذه السورة الكريمة عن ابن عباس قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبه بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة فقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله وقالا إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال فقولوا لهم سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فرجل متقول فتروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنهم قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان من نبائه. وسلوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا فيه أمره ما بدا. جاءهم خبر السؤالين الأولين عن الفتية الذين خرجوا في الكهف وعن الروح، أما الروح فلم يأخبرهم الله جل وعلا بذلك، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقالت اليهود إنا سألنا مسيلمة الكذاب عن ثلاثة الأسئلة هذه فلم يجبنا بشيء، وهو كاذب لا علم عنده يفتري على الله الكذب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يقول إلا حسب ما يأمره الله جل وعلا به، فهو صادق في كل أقواله وأفعاله. وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا، فسألوه عن عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا عما سألتم عنه، ولم يستثن. فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة
لا يحدث الله لا يحدث الله له في ذلك وحيا. قوله صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا 15 يوما وليلة ولم يأتي الخبر من الله جل وعلا. فعاتبه الله جل وعلا بذلك حيث لم يستثني، لم يقل إن شاء الله. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم 15. قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه، حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبرائيل عليه السلام من الله عز وجل بصورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من خبر الفتية والرجل الطواف. وقال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح، الآية. فالله جل وعلا أخبرهم عن السؤالين الأولين كما هو الواقع فيهما، أخبرهم عن الفتية وأخبرهم عن الرجل الذي خرج يسير شرقا وغربا، ولم يخبرهم عن الروح. فقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعند ذلك لم يؤمنوا، وكان الواجب عليهم أن يؤمنوا لما أخبرهم. قالوا: سحران تظاهرا، سحران تظاهرا، يقصدون التوراة والقرآن، لأن اليهود سألوا عن ذلك كما جاءهم بالتوراة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أجابهم بالقرآن، فقالوا: سحران تظاهرا. وكان الواجب عليهم أن يؤمنوا بذلك، لكن لما لم يؤمنوا ضلوا وحادوا عن الصراط المستقيم، والعياذ بالله. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. باب الباص. وذهبت به إلى مستشفى، وفي الطريق تقيأ ما في بطنه ثم مات، فهل علي شيء مع العلم أنه سقط من الباب والباب دائما يكون مفتوحا؟ عليك أخي أن ترجع إلى المحكمة ينظروا في ذلك، إن كان قد حصل منك إساءة أو تقصير فعليك الدية وعليك الكفارة، وإن لم يحصل منك إساءة ولا تقصير فليس عليك شيء. يقول السائل: هل صحيح أنه من زار القبور فإن الموتى يستأنس بالزيارة؟ جاء في الأثر أن الموتى يستبشرون بالزائر ويفرحون به ويسرهم أن يزورهم، والله أعلم بذلك. يقول السائل: أنا شاب عمري 33 سنة، استقمت ولله الحمد العام الماضي، وسوف أتزوج خلال الأشهر القادمة، لكني مبتلى بعشق الغلمان دون النساء، فما هي النصيحة والعلاج؟ عليك بالمبادرة بالتوبة إلى الله والندم على ما فرط منك، والعزم على ألا تعود إلى فعل سيء بعد هذا. ثم إنك إذا تزوجت إن شاء الله سيعوضك الله خيرا، فاخلص العمل لربك جل وعلا، فهو يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه.
يقول السائل: هل الوصول إلى الحجر الأسود لتقبيله في طواف التطوع مع حصول أذية للمسلمين يعد ذلك مخالفا للسنة؟ وما هي نصيحتكم لمن يفعل هذا؟ لا تزاحم أخي على الحجر الأسود. الحجر الأسود تقبيله سنة من سنن الطواف وليس بواجب، ومزاحمة المسلمين من الرجال والنساء وأذاهم محرم عليك، فلا يجوز لك أن تنتهك الحرام من أجل الإتيان بسنة تقبيل الحجر الأسود. يقول السائل: من هو الرجل الطواف؟ والمراد بقوله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، فقص الله جل وعلا من خبره. وقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يقول السائل: هل ممكن عمل أكثر من عمرة 3 أو 4 في مكة؟ قد أخي يستحسن أن تأتي بالعمرة أكثر من 3 مرات في سفرة واحدة، وقد لا يستحسن ذلك، فيستحسن إذا كانت كل واحدة نتيجة سفر معين، فأنت قد امتمكت بعمرة فخرجت إلى المدينة فتقدم من المدينة بعمرة أخرى ثم تخرج إلى جدة لغرض من الأغراض فتقدم إلى مكة بعمرة ثالثة، وهكذا لو خرجت إلى الطائف أو غيره من البلدان ثم عدت إلى مكة فإنك تعود بعمرة. هذا من الاستحسان في شيء. وأما أن تعتمر اليوم في مكة ثم تخرج إلى التنعيم لتعتمر غدا من التنعيم ثم تخرج بعد غدا لتخرج تحرم من التنعيم مرة ثالثة، فهذا لم يستحسنه كثير من العلماء رحمهم الله. يقول السائل: أنا عندي لبعض الناس دين قليل من زمن، وأنا الآن أبحث عنهم فلم أجدهم، هل يجوز لي أن أتصدق به على نيتهم لأن المال قليل وليس بكثير؟ نعم يا أخي، إذا أيست من وجود صاحب الحق فمن حقك أن تتصدق به عنه، فإن وجدته فيما بعد فتخبره بأنك لم تجده وتصدقت به، فإن أقرك على ذلك فحسن، وإن قال: لا يا أخي، أنا أحوج بحقي من المتصدق عليهم، فعليك أن تعطيه حقك حقه وتكون الصدقة لك أنت وليست له. يقول السائل: أخذت قرضا من بنك إسلامي، هل هو حلال أم حرام؟ إذا كانت معاملتك مع هذا البنك معاملة إسلامية فلا بأس عليك، وأما إذا كانت معاملة ربوية فيحرم عليك وإن كانت من بنك إسلامي كما يقولون. فالبنك إذا تعامل بالربا فهو حرام، وإن كان يسمي نفسه بنكا إسلاميا، وإذا تعامل بالحلال فلا بأس. إيضاح ذلك مثلا أن تأخذ من البنك دراهم بدراهم بزيادة، هذا محرم ولا يجوز، كأن تأخذ منه 1000 ريال ب1100 أو 1050 ريال سلمها بعد سنة أو أقل أو أكثر، هذا محرم ولا يجوز.
وأما إذا أخذت منه شيئا تحتاجه اشتريته بزيادة فلك ذلك وهو حلال، كأن تشتري منه ثيابا أو كهرباء أو مواد كهربائية أو شيء من هذا، فإذا حلت القيمة وأعطيته حقه فلا بأس عليك. يقول السائل: رجل حبس في بلده وسحب منه جواز سفره لأنه من غزة، هل يجوز القيام بعمرة عنه؟ نعم يجوز بذلك بشرط أن تقبره إن استطعت، فإن كان لا يوصل إليه ولا تستطيع إخباره فيجوز لك بدون خبره، لأنك تعتبره حينئذ كالميت الذي لا تصل إليه. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.